السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكل متابعيني الكرام، متابعين قناة موم فاشون للموضة والهاند ميد وإعادة التدوير. إن شاء الله النهاردة معانا فيديو من محتوى قناتنا، وهو إعادة التدوير. طبعا قناتنا بتهتم بالموضة والفاشون والهاند ميد وكل أنواع شغل الهاند ميد، من تطريز وكروشيه وخياطة وتفصيل وإعادة تدوير. النهاردة هنعمل مع بعض فيديو إعادة تدوير للكرتون، هنعمل منه سلة جميلة قوي قوي متعددة الاستخدامات، تقدري تستخدميها للميك اب، للاكسسوارز تستخدميها وتوظفيها زي ما انت عاوزة. يلا معايا نشوف هنعمل فيديو.